اليوم كنا في زيارة إلى قاطع الفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات الأنبار. هذا الفوج المسؤول عن حماية منطقة الرحالية، المنطقة اللي قريبا على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء، منطقة تقع في وسط صحراء الأنبار. الاستعدادات العسكرية القتالية لهذا الفوج كانت جيدة جدا، التعاون والتنسيق مع المواطنين على أعلى المستويات. حقيقة الوضع الأمني مطمئن بالكامل، ومن ثم التقينا مع ضباط اللواء المغاوير في مقر اللواء، وحقيقة نفتخر بوجود هذا اللواء الذي فرض الأمن والاستقرار في قاطع ساخن ومهم، ألا وهو قاطع عامرية الصمود في القاطع الجنوبي لمحافظة الأنبار. نعم، احنا حقيقة اليوم باشرنا بالعمل يعني بعد انقطاع لفترة 20 يوم، فبالتالي راح تكون لنا زيارات مستمرة لتفقد قطاعاتنا المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية في الفرقة الأولى والفرقة العاشرة ولواء المغاوير.